السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل ميرش بين ملفين ريفت او ازاي ادمج ملفين ريفت مع بعض؟ خليني اعمل انسيرت لينك ريفت. هو في اكتر من طريقة، هناخد 3 طرق النهاردة ان شاء الله. هخش على الملف اللي انا عايز اسحبه، وليكن مثلا في البروجرام فايل، ديسك ريفت 2015، اقول له هات لي السيمبلز، اقول له اختار الملف ده واخليه اورجنت اورجن، واقول له اوبن. الحل الاول هو ان انا هعمل سيلكت، هيظهر لي هنا بايند لينك، تمام؟ ودي طريقه كويسه جدا. نقول له بايند لينك، فهيبدا يفجر الملفات وينقل الملفات كلها عندي، هينقل ده كل العناصر والفاميلي والبارتات للمشروع بتاعي. دي اول طريقه، تمام. طيب الطريقه التانية ايه؟ الطريقه دي فعاله جدا، بس ساعات لانها تقيله ساعات الجهاز بيهنج. الطريقه التانية ايه؟ الطريقه التانية وهي ان انا هاجي من كولبريت، واقول له كوبي مونيتور سيلكت لينك، واروح محدد اللينك واقول له كوبي، وابدا احمل العناصر معايا، تمام كده. كل العناصر دي هتبقى موجوده معايا، انا هحمل جزء منها دلوقتي. وبعد ما تتحمل وتبقى موجوده معايا، ابدا اقول له ستوب مونيتور، فيبدا العناصر دي تتنسخ عندنا. كوبي مونيتور فينيش، العناصر ديت تقدر تعمل عليهم سيلكت وتقول له ستوب مونيتور. ستوب مونيتور يبقى بيعمل ايه؟ بدل ما هو نسخها بس في كوبي لينك، واول ما يحصل حاجه هناك تحصل عندي، لا خلاص بقت موجوده عندنا بس، تمام. فالطريقه دي برضو طريقه كويسه، تمام. طيب الطريقه الثانيه وهي ايه؟ وهي ان انا افتح ملفين ريفت جنب بعض، يعني اقول له فايل اوبن واختار ملف الريفت اللي انا عايزه، تمام، وابدا اعمل سيلكت اول لكل العناصر، تمام، وليكن مثلا في 3D، وبعد كده اروح لليفل معين، وليكن مثلا الليفل الاول، اخده كله كوبي واروح هناك اقول له بيست. هي دي 3 طرق، تمام. بس لازم اكون حريص جدا انها تنزل في نفس المكان، ما يبقاش في ليفل تاني، ولا تبقى العناصر مش في اماكنها. واتاكد ان هي اورجنت اورجن، يعني بعض الحاجات كده على اساس ايه تبقى العمليه منسقه وما يحصلش غلطه اثناء دمج الملفين مع بعض.